بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف وفقه الله تعالى في حكم أهل الكبائر في الآخرة، وقوله: إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. هذا في أهل الكبائر، إذا مات على مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، فيقال إن هذا داخل تحت المشيئة، ما يقال إن الله يغفر له أو أن الله لا يغفر له، وإنما هو داخل تحت المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء غفر لعبده وإن شاء لم يغفر له. فإذا شاء جل وعلا المغفرة لعبده أدخله الجنة من أول وهلة، غفر له ذنوبه وخطاياه وأدخله الجنة، وإن لم يشاء المغفرة له سبحانه وتعالى فيعذبه بالنار، لأنه عاصي وصاحب معاصي، فيعذبه في النار ثم لا يستمر في النار بل يخرج منها بشفاعة الشافعين، يخرج منها برحمة الله جل وعلا، يخرج منها بما اقترف، بما عذب له من أجل المعاصي التي اقترفها. فالله جل وعلا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فنعرف أن أهل المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد تكون هذه المعاصي يسيرة صغيرة فيغفرها الله جل وعلا، يغفرها الله جل وعلا لبعده الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه يغفرها الله جل وعلا من أول وهلة. الثاني أن تكون المعاصي كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، هذه لا يخلو، إن تاب منها في حال الحياة فالله جل وعلا يتوب عليه، أو عذب بها في حال الحياة بأن أقيم عليه حد الزنا أو حد السرقة، فقد اقتص الله جل وعلا من عبده، والله جل وعلا لا يظلم العبد شيئا. فإن لم يتم منها في حال الدنيا ولم يقتص منه، فهذا الذي هو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له لأنه مثلا له حسنات كثيرة، له جهاد في سبيل الله، له عمل صالح، يساعد الأيتام، يساعد الفقراء، يساعد طلبة العلم، هذا قد يغفر الله له جل وعلا ذنبه من أول وهلة وإن لم يتم منها الذنب. أما إذا لم يكن هذا ولا هذا، ولم يشأ الله جل وعلا المغفرة له، فهذا هل يخلد في النار
لا، يدخل النار ثم يخرج منها. يخرج منها بماذا؟ بعفو الله وتجاوزه، أو بشفاعة السابعين، أو باستكمال ما استحق من العقوبة. فقد يكون ثلاثة أو أربعة مشتركون في جرم من الجرائم في الدنيا، في سرقة أو شربوا الخمر أو زنوا، ثلاثة أو أربعة، هذا واحد تام منهم قبل الموت، والثاني لم يتم منها قبل الموت وإنما له حسنات كثيرة، والثالث ما تاب وحسناته قليلة. من الذي يستحق العقاب؟ هذا الذي تاب لا يستحق عقابا إطلاقا، ما دام تاب فالتوبة تجب ما كان قبلها. الاثنان المشتركان في الجريمة، واحد له حسنات، يساعد الفقراء والمساكين، يساعد طلبة العلم، له مجهود خير، وإن لم يتم من هذه الجريمة هذا يغفره الله جل وعلا إذا شاء، إذا شاء. الثالث لا هذا ولا هذا، لا توبة ولا عمل يغطي هذه السيئات، هذا يعذبه الله جل وعلا. ولا يظلم ربنا أحدا جل وعلا، فقد يكون ثلاثة يشتركون في الذنب لكن واحد يدخل الجنة من أول وهلة والآخر يعذب في النار، وأحدهما يبطئ في النار والآخر لا يبطئ كثيرا، وهكذا. فالله جل وعلا جواد كريم، ووعد أهل المعاصي بالتوبة منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين، هذا قيد لا بد منه، وهذا هو محل الخلاف. لا بد من غير موحد غير تائبين، يعني غير تائبين، أما إذا كان تائب فهذا يتوب الله جل وعلا عليه. وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين. طوائف المسلمين، يقال للمرجئة طائفة من طوائف المسلمين، يقال للمعتزلة طائفة من طائفة المسلمين، يقول للمشركين لا، المشركون من مات على الشرك لا، يقول لكل طائفة من طوائف المسلمين هذا داخل تحت المشيئة. من الذي يقولون هذا داخل تحت المشيئة؟ الطائفة الوحيدة أهل السنة والجماعة، يقول داخل تحت المشيئة. أما المعتزلة فيقولون هذا يعذب، هذا يعذب في النار ولا يخرج منها، وهكذا بعضهم يتوقع العذاب ويستمر، وبعضهم يقول يخرج من العذاب. نعم. أما التائب فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه، لكن الخلاف في من مات مصرا على ذنبه لم يتب منه، فهذا هو المعرض للوعيد. هذا هو المعرض للوعيد الذي مات على الذنب ولم يتم منه، ثم هذا يكون مآله، مآله داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما من تاب توبة نصوحا مستوفية للشروط إقلاعا وندما وعزما فإنه مغفور له وليس هو من أهل الوعيد. هذا الذي تاب توبة نصوحا هذا مغفور له. ما هي التوبة النصوح؟ بين شروطها هنا، فقال
قال إقلاعا تركا للمعاصي وندما على ما مضى من معاصيه وعزما على ألا يعود إليها مرة ثانية. هذا غير متوعد ولا وعيد عليه، بل هو من أهل التوبة، تاب توبة صادقة، تاب توبة نصوحا. أما من تاب توبة نصوحا مستوفية لشروط التوبة، ما هي شروط التوبة؟ الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليها مرة ثانية والندم على ما مضى. الإقلاع عن الذنب، إذا ترك الذنب هذا تائب، ننظر فيما بقي. العزم على ألا يعود، وما دمت في مكة، وأما لا صرت بالبلاد هناك صارت النساء تشغلني وتأتيني تريد الزنا، فأنا ما أستطيع أصبر، أبزني وبكذا وكذا وأفعل المعاصي. الخمر يقول مثلا أنا أترك في مكة لأنه غير موجود والحمد لله، لكن لا صار هناك في بلادنا كل مائدة لازم يقدم بها خمر، إذا كان قدم فيها الخمر فأنا أشرب لي كأس ما يضرني. ما عزم على أن لا يعود، عازم على أن يعود، هذه توبة نصوحة؟ لا، بعيد من النصح. إذا كان عازما على التوبة صادق وعازم، لكن يتبجح ويمدح نفسه بشرب كيسان الخمر وبالزنا بالفتيات الحسان ونحو ذلك، هذا يتم تائب توبة نصوحة؟ لا، هذا يحرض على الزنا بكلامه، فليس عازما على ألا يعود، وليس وإن كان عازما على ألا يعود لكنه يتبجح من فعله. والفتاة جبتها ورأيتها وأعجبتني وأخذتها وكذا وكذا، يمدح نفسه بهذا، هل هذا تائب؟ لا، ما تاب. هذا لو تاب السحى وما ذكر الأفعال السيئة التي يفعلها. إذن شروط التوبة: إقلاعا تركا للمعصية، وندما على ما مضى نادم، وعزما على أن لا يعود إلى الفعل مرة أخرى. هذه شروط التوبة. أما إذا كان الشيء يتعلق بحق آدمي، كان يكون ظلمه في ماله أو ضربه أو اتهمه في عرضه وهو بريء، فلا بد من استحلال هذا الرجل الذي فعل به ذلك. لا بد إن كان ظلمه في ماله أن يقول: أنا تراي يا أخي، أنا ظلمتك وأخذت منك مبلغ كذا وكذا وهذا لا يحل لي، فإن سامحتني وإلا أعطيك إياه. قال له صاحب: لا يا أخي، ما دمت معترف بالذنب فأنا أسامحك. أو قال: أعطني نصفه وأترك وأترك نصفه لك. لا بد أن يستحل صاحب الجناية إن كان مالا أو عرضا، مثل ما قال بعضهم مثلا: إذا وافق العالم والجليل والشيخ قال: ترى ظلمتك، ترى اغتبتك، سامحني. فقال له الشيخ: سامحك الله، لكن لا تعد، إن عدت على عصياني وتعرضي للذنب أو كذا أو سببتني فأنا ما أسامحك، أنا أسامحك هذه المرة لكن المرة الثانية لا أسامحك. هذا سامح وكذا. فلا بد إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، ظلم لآدمي في ماله
أو ظلم للآدمي في عرضه أو سب له أو نحو ذلك، هذا لا بد من أن يتنازل عنه ويأتيه، ولا يلزم أن يقول يا أخي ترى سببتك أو استكلمت بك بكذا، أو قلت أنك تزني أو قلت أنك تشرب الخمر وأنت لا تشرب ولا تزني، ما يلزم. يقول يا أخي ترى ظلمتك، حصل كلام بيني وبين واحد بعيد عنك فاتهمتك بشيء أنت بريء منه، ولا يلزم أن يبين، ولا يلزم أن يقول هذه الدراهم يا أخي لك لأني سرقتها من مالك، يقول يا أخي هذه لك أعطاني إياها أحد إخوان المسلمين قال أعطها لفلان من هو ما أعرفه، وجدتها في بيتي مكتوب عليه هذه الصورة هذا المبلغ لفلان، ما يلزم أن تفضح نفسك يا أخي، ولا يلزم أن تقول له أنا سرقت هذه الدراهم منك، تقول هذه الدراهم لك من مالك مأخوذة، من الذي أخذها ما أعرفه. فإذا وصل الحق إلى صاحبه هذه تعتبر توبة. والطحاوي رحمه الله هنا بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل الكبائر في الآخرة أنهم مستحقون للوعيد، ولكنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ومن مشيئة الله هذه داخلة في قوله تعالى إن الله لا يغفر لمن يشرك به، إن الله لا يغفر لمن أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه مشيئة الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباد. ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار، لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد، إذ من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خربلة أو شعيرة أو برة أو ذرة من إيمان لا بد أن يخرج من النار كما تقدم في أحاديث الشفاعة. هذا الذي في قلبه ذرة من إيمان، مش سوي الذرة شيء بسيط، لكنه ما أشرك، ما عبد مع الله غيره، وإنما هو قد يكون لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ويقتل في المعاصي ويزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل الفواحش كلها، لكنه يقول أستغفر الله، يعني يعرف الله جل وعلا ويوحده في العبادة، ما يعبد اثنين ولا ثلاثة، هذا هو الذي داخل تحت مشيئة الله، وهو قد يغفر له من أول وهلة، وقد يبقى في جهنم سنين طويلة ما يدرى. ما يقول المسلم مثلا أقتل في المعاصي وأعطي وأخذ وكذا 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 تقول النار ما يخرج منها لك لا بد من خروجي، نقول لا بد من خروجك لتوحيدك لله، لكن هل تدري ما تبقى في النار؟ قد تبقى في النار كثيرا، قد تبقى في النار عدد الرمل عدد الحصى، قد تبقى في النار أياما طويلة. الإنسان ما يقتل في المعصية يبتعد عنها ولا يتساهل في جانب المعصية، لأن المعصية شأنها شديد، ويقال له استخففت بحق الله جل وعلا، فالله يستخف بحقك، ينساك جل وعلا وهو لا ينسى، لكن يتركك في النار طويلا. أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة، على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وهو أنه لا بد من دخول النار، وعندهم أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها. أما الخوارج صفة طائفة من عباد الله
وهم خوارج يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الروية. ولا تظن أنهم لا يصلون، يصلون أكثر من صلاة أهل السنة والجماعة، ويستغفرون أكثر استغفار، لكنهم خرجوا على الأئمة، خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الروية، خرجوا بغير شهادة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصومون ويزكون ويحجون. ولا بد أن بيننا منهم أحد، بيننا منهم أحد، ما ندري منهم. هؤلاء الذين ينقمون على المسلمين ويتكلمون فيهم، هؤلاء أكثرهم خوارج، كثير منهم خوارج يخرجون على الولي المسلم وللإسلام، وإن كان فاسق ما يجوز الخروج عليه. ومن ضمن ما خرجوا، خرجوا على علي رضي الله عنه، وخرجوا على معاوية رضي الله عنه، وخرجوا على غيرهم من الولاة، يقولون علي في النار، أعوذ بالله، علي اللي شاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، تقولون أنتم أنه في النار. بهذا الاعتراف كذبتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صدقتم. يقول وسمعت كذب الرسول، يقول ما يدري الرسول، ما يدري الرسول، ينطق عن الهوى، ينطق عن هوى، كم ما يدري، ما يخرج من الرسول شيء إلا معلوم من الله جل وعلا. يقول علي في النار، كيف في النار؟ لأنه عاصي، والعصاة في النار ما يخرجون منها. معاوية في النار، وكثير من أئمة المسلمين، وكثير من الصحابة كفروهم، هؤلاء كلهم يقولون في النار. كيف يكونوا في النار؟ يقول لأنهم عصوا الله ورسوله. ألم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويبشرهم بالجنة؟ قالوا بشرهم يظن أنهم يستمرون على ما كانوا عليه، فإذا بهم بعد موته يتغيرون. يقول ما يبشرنا عن أحد ويتغير أبدا، محال، لأنه ما يقول هذا في الجنة ثم يكون في النار أبدا، لأنه مشرع من قبل الله، ما يصير، ما هو جاي من أحد أفراد الناس. يقول ما يدري. فهؤلاء خوارج. معنى خوارج يعني خرجوا على الإمام، على الإمام، والإمام برا أو فاجر ما يجوز الخروج عليه، برا أو فاجر لا يجوز الخروج عليه، فلتجب طاعته فيما في طاعة الله، ويجب علينا أن نعصيه في المعصية، لكن ما يجوز أن نخرج عليه. نقول مثلا الإمام هذا مطيع لله يجب علينا طاعته، عاص لله يجب علينا ألا نخرج عليه، وإن عصى الله جل وعلا ما لم نرى كفرا بواحا يجوز أن نخرج عليه. إذا رأينا الكفر الصريح لا إشكال فيه، مهم الكفر علي في زعمهم، يدعون أن علي كافر، لا، كفر صريح. إذا رأينا الكفر الصريح مثلا يجوز أن نقول هذا خارج عن طاعة الله وكافر كفرا صريح، فلا نطيعه، ما نطيع، لكن ما نخرج عليه إلا أن نرى الكفر الصريح. هؤلاء الخوارج، وسموا خوارج لأنهم خرجوا على الأئمة، والأئمة منهم الصلحة ومنهم الفساق، لكن هو إمام، إمام يجب علينا أن نطيعه وإن كان فاسقا. وانظر إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، صلى بهم
أحد الأئمة إمام فاسق صلى بهم الفجر 4 ركعات حينما أراد يسلم قال أزيدكم أزود يعني تكفي صلاة الفجر 4 وعطين 6 من معه؟ معه هو عبد الرحمن مع لا إله إلا الله عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود معه رضي الله عنه عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أحد الصحابة الكرام الذي ملي علم عنده علم غزير وصلى مع هذا 4 ركعات الفجر ما هو بيبي يصلي ويستمر لا يبي يجلب وجهه يروح ويصلونهم صلاتهم على ما يكونها قال أزيدكم قال عبد الله بن مسعود قال ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ما قصرت أعطيتنا فجأة 4 ركعات اجلب وجهك وصح ولا قال عندكم إياه وضربوه مو هالصحابة ومع التابعون ومع هالناس الأخيار لو قالهم عبد الله بن مسعود أطاعوه لأنه مشهور عندهم ومعروف امتدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر الفسق لو قال عندكم إياه اقتلوا قتل عقرب ما خلوه ناحية انتحرت الصحابة رضي الله عنهم عندهم فقه ما يستعجلون وين ربعنا الآن أكثرهم لو حصل لهم بعض الأئمة وبعض الدعاة قتلوا قتل حية قال ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة هذا من هو؟ هذا إمام من الأئمة أمير شارب خمر ولا يدري وش الصلاة يركع ويسجد وهم يتابعون رضي الله عنه والأخيار حتى ينتهي يروح لأنه ما هم مستمر يبي ينتهي يروح لا راح صلوا صلاتهم لكن ما تكلموا ولا قالوا اجلب وجهك أو راح أو كذا أو كذا لا خلوه لمن طاب خاطر الصلوات وراح قاموا صلوا صلاتهم رضي الله عنه لأنهم لو ضربوه معه ناس حراس له يمنعونهم من ضربه يضربون الآخرين يضربون من ضربه وهكذا تصير فوضى تصير قتل ومقاتل هؤلاء الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ما عندهم من الدين شيء وهو الواحد إذا شفته يقول ما شاء الله عليه هذا عابد هذا أول من يدخل الجنة من عبادته صلاته صيامه الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين اجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين آمين ولكثير من العباد خارج من الدين والعياذ بالله هو عابد مو فاسق عابد لكنه يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية الفئة الثانية من هم المعتزلة يعلم أن هؤلاء الخوارج ليس عندهم الاعتلاب بالصفات يصفون الباري جل وعلا ما وصف به نفسه لكنهم خرجوا عن الدين إذا كفر هذا وكفر هذا وتسلط على هذا وأوذى هذا فهذا خارج من الدين يسمى خوارج وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهادهم في العبادة أنهم عباد والمعتزلة المعتزلة هؤلاء الذي اعتزلوا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قرروا الخروج أنهم ابتعدوا عنهم وتلاعبوا بصفات الباري جل وعلا المعتزلة طائفة من الفرق الضالة لكن من كفرهم كلهم
ونقول المعتزلة كفار ما ندري عنهم، منهم المسلم ومنهم الكافر، ومن اتصف بصفة من هذه الصفات يعني انتسب إلى طائفة من هذه الطوائف ما نكفره، ما نقال هذا معتزلي هذا خارج عن الإسلام، لا، نقول هذا معتزلي ولكن ما ندري عن عقيدته. واحد من قابلناه في بعض الجهات وكان يخدمنا، فقلنا لو عسى ألا تكون من فئة الضالة، قال والله ما أدري أنا من الناس اللي يقولون كذا، الصراحة أنا من الناس اللي يقولون كذا، ما يدري من حلال، ما يدري من أهل السنة، بس ما يدري، ما يقدر يقول أنا من أهل السنة أو من أهل البدعة، الناس اللي يقولون كذا. جهتهم طائفتين، طائفة يسرحون يديهم وطائفة يضمونها، اللي يضمونها أهل السنة واللي ينزلون هذولا أهل البدعة، ولا يدري من أيهم هو إلا أنه من الطائفة اللي يقولون كذا والصلاة. فبعض الناس يقال له معتزلي أو كذا أو جهمي أو كذا، ولا السبب صحيح، ليس معتزلي ولا جهمي، عقيدة سليمة. وبعض الناس عقيدة فاسدة ويقول أنا سلفي موحد، ينظر إلى العمل الصالح. أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على شيء واحد، على حال الرجل في الدار الآخرة، إن كان صاحب معصية هو خالد مخلد في النار عند المعتزلة وعند الجهمية وعند أهل السنة عند الخوارج. وأما في الدنيا فالخوارج يختلفون مع المعتزلة، والمعتزلة يختلفون عن أهل السنة، والمعتزلة كل واحد له طريقة، ولكن الطريقة التي يسلكونها في الدار الآخرة هم عندهم أن الطريقة كفار. حين الخوارج يكفرون علي ومعاوية وغيرهم من الصحابة، عدد من الصحابة، والمعتزلة لا يكفرون علي رضي الله عنه. المعتزلة عندهم شبه في العقيدة، يتلاعبون بعقيدتهم، وإلا فإنهم يوالون علي رضي الله عنه. فهم في الدنيا يختلفون بخلافهم بالآخرة، وهم يتفقون على أن صاحب المعصية، معصية في العقيدة أو معصية في السلوك أو معصية في الأفعال، هذا خالد مخلد في النار. والمعاصي تتفاوت عندهم كلها واحد، زاني هذا شيء، مخالف لأهل السنة في صفة الباري هذا شيء آخر، سارق هذا شيء آخر، وهكذا. أما الخوارج والمعتزلة فاتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، أما مرتكب الكبيرة في الدنيا فلم يتفقوا عليه، ولا بد من دخول النار، ما يعفو الله عنه، هذا ما هم محل العفو، أعوذ بالله. وإذا دخل النار ما أحد يخرج منها، سكر أبوابه وخلاص ما أحد يخرج. هذا تكذيب للقرآن والسنة فعل المسلم وطالب العلم خاصة أن ينظر في عمله ويجتهد في طاعة الله وينظر لا يكون عنده زيادة، يعني الزواد كمثل ما قالوا العوام الزواد أخر النقص، اللي عنده زواد واللي عنده نقص كلهم سواء. هذا مثلا مسلم ترى يصلي ويصوم وكذا وكذا إلى آخره، لكنه يرى أن كثيرا من المسلمين كفار، وكثير من المسلمين كفار، هذا ما نكفر أحد إلا من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وجيت إلى بعض العباد
قال الناس كلهم خارجين عن طاعة الله، بعض العباد على غير أساس تجد يكفر كثير من المسلمين وينهى عن الجلوس معهم وينهى عن مصاحبتهم وينهى عن البيع والشراء معهم، يقول هؤلاء كفار. أنت يا أيها الرجل إذا كفرت المسلم أنت تصبح أنت الكافر، أنت إذا كفرت المسلم أصبحت أنت الكافر. فهم هذا الموضوع أيها الإخوة مهم جدا على المسلم، مهم جدا على المسلم، إذا ما فهمه كفر من هو مسلم، إذا كفره وليس بكافر يكون هو الكافر. بعض الناس إذا رأى الواحد واقع في معصية قال هذا والعياذ بالله كافر خارج من الإسلام. المعاصي تتفاوت، معصية يكفر صاحبها كالذي يستحل الحرام، يستحل الزنا، يستحل الخمر، الذي يعبد مع الله غيره هذا كافر لا شك. لكن واحد يقول الزنا حرام وأنا مبتلى بهذا أنا أزني، وتب إلى ربك ولا بأنك معرض للعقوبة ولا نكفرك بالزنا. الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يقول عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يعني يكون معه كافر؟ قال لا، وإن زنى وإن سرق. وفي الآخرة قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، لو ما رضي ما عندنا منه. فالإسلام دين الوسطية والوسط والعقل والتمييز أيها الإخوة. بعض الناس يكفر أناس هم أصلح منه للإسلام والمسلمين ومن غيرهم، لكن لجهله كفرهم